ومحمد العروي. باستمرار موجة الحر هذه الأيام، الساكنة البيضاوية لم تجد بدا من الهروب ليلا لفضاءات توفر شيئا من الرطوبة والجو اللطيف. كورنيش عين الذئاب بفضاءاته المتعددة يبقى أهم متنفس يتجه صوبه البيضاويون بحثا عن لفحات برد تخفف من وطأة الحر الذي يعيشونه داخل المنازل هم وصغارهم. خرجنا الوليدات باش نتبردوا، جاب الله كان عين الذئاب بعد ذلك نتبردوا فيها. أسبوع كان فيه الصاد، خرجنا متنفس جميل، خرجنا عائلة والوليدات الحمد لله. الحرارة ما متعودينش عليها، ما مولفيناش، ايوا عندنا المتنفس الوحيد اللي عندنا هو هنايا عين الذئاب. تنجيو تتمشاو شوية احنا والأصدقاء ديالنا وتنبدلوا الجو. خرجنا الوليدات وجبناهم لهذا المتنفس اللي فيه فضاء الألعاب وفضاء خاص للوليدات الصغار. فضاءة للألعاب تجلب أعداد كبيرة من مرتادي هذا المكان، وذلك نزولا عند رغبات أطفالهم الذين يجدون ضالتهم داخل جنبات هذا الفضاء بألعابه المتنوعة والمسلية. ارتفاع درجة الحرارة اللي عرفتها الدار البيضاء هذه الأيام، خرجنا كنغتنموا الفرصة باش نخرجوا الوليدات باش يتبردوا شوية، ولقينا هذا الفضاء بارد ومريح، هكا الدراري يستجموا ويرتاحوا شوية. خرجنا الدراري فوجوا شوية ونتبردوا حتى هنايا شوية. السنة الدراسية كاملة الإنسان تيغتنم هذه الفرصة باش الدراري يفرغوا شوية اللعب وداك الشيء. ليالي غير عادية يعيشها البيضاويون في هذه الأيام الحارة بفضاءات شاطئ عين الذئاب ليلا، مما لافظتهم حرارة المنازل باحثين عن أجواء مناسبة للترويح عن النفس والتمتع بالهواء الطلق.